هذه الفقرة برعاية. نتحدث عن تفاصيل التوجه لهذا القطاع من قبل الشركات الناشئة. ينضم إلينا الدكتور يحيى عنوتي وهو رئيس قسم الاستدامة في شركة بي دبليو سي. دكتور يحيى أهلا وسهلا فيك أولا على شاشة سي ام بي سي عربية. خلينا نبدأ بهذا الاستثمار، يعني تحديات عديدة مرت للاستثمار بتكنولوجيا المناخ مؤخرا، وكانت أيضا لمنطقة الشرق الأوسط حصة فيه. هل التأثر أكبر في مناطق جغرافيا عن مناطق أخرى في ظل هذه التحديات؟ عامة الاستثمار بتقنيات المناخ عم ينخفض مثل بقية الاستثمارات بأي تكنولوجيا، لكن هو الانخفاض بمجال التكنولوجيا المناخية هو أقل انخفاض من التكنولوجيات الباقية، وهذا الشيء جيفن شو عم بيصير والتحديات المناخية. إذا بننظر للمنطقة العربية الاستثمارات عم بتزيد، لكن إذا بنطلع بالأرقام على ليفل ثاني بنوجد إنه هذه الأرقام هذه الاستثمارات عم تكون لخارج المنطقة. معظم هذه الاستثمارات حوالي 70% من هذه الاستثمارات عم تكون استثمارات من صناديق وطنية وشركات كبرى بالمنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية بأوروبا وبآسيا. الاستثمارات داخل المنطقة العربية بتبقى ضئيلة وفي مجال كتير كبير لزيادتها. في أسباب معينة وراء يعني إنه نسبة الانخفاض بالشرق الأوسط دون الدول الأخرى؟ نحن إذا بنطلع على الحاضنات الموجودة بهذا المجال بقلب المنطقة العربية بعضها منخفضة، دور الجامعات بعضه منخفض، الاستثمار بمجال الأبحاث والتطوير كتير منخفض عنا بالمنطقة كإجمالي، هو دائما تحت 1% بمعظم الدول العربية، وفي مجال كتير كبير لزيادته اللي هو يوصل ل 2.2% المستهدف بالدول الاقتصادية النامية. نعم، مخاطر التمويل أهم شيء بالنسبة لرواد يعني والشركات الناشئة بهذا المجال دكتور. اليوم قد ايه عم تقدر البنوك تحديدا انه تاخذ هيدا الريسك وتقدم تمويلات بالنسبة للشركات اللي عم تعمل بمجال تقنية المناخ؟ التمويل ضئيل جدا جدا، ومش اي تمويل عم نتحدث عنه. يعني هو دائما ما بيكون اول فتره من التمويل مش جاي من البنوك، بدك patient capital. المستثمرين يكون عندهم بال طويل، يكون العائدات جاي بعد 5 سنين بعد 10 سنين. وهذه هون بيجي دور الدول ودور الشركات الكبيره اللي بتاخذ الريسك بتتحمل الريسك وبتحط بهذه الشركات الناشئه. عم نحكي عن صناديق راس المال الجريء تقريبا. صحيح. اللي بالمنطقه. صحيح، يلي هي ضئيل جدا. طيب بالمقابل اليوم انتم عم تعلنوا عن فيوتشر 50 تقريبا، هي شركات ناشئه، حدثنا عنها يعني وكيف وقع الاختيار على 50 شركه ضمن هذا المجال؟ نحن السنه اللي فاتت بكوب 27 بشرم الشيخ وجدنا انه هذا الموضوع مهم جدا للمنطقه عنا، وقررنا الانطلاق لوجود 50 شركه قياديه بالمنطقه عم بتقود بالتكنولوجيا المناخيه. بلشنا من قائمه من 500 شركه ولو وصلنا ضمن بروسيسز داخليه لحددنا ال 50 شركه يلي هن بالمنطقه عم بيواجهوا هذا التحدي المناخي، وهي شركات عم بتحاول تغير بالطاقه المتجدده، بالماتيريال يلي هي فيها صفر انبعاثات، بالنيتشر بيس سولوشن، وبشركات في تكنولوجيا للدوافع المناخيه. سو قصص كتير حلوة من الفاوندرز والناشئين، وفي أمل كتير كبير بتسمعي منهم للمستقبل طبعا. قد ايه حصة الشرق الأوسط من الشركات اليوم؟ من هدول الخمسين حوالي 38 منهم هن داخل المنطقة، والباقيين هن شركات بمناطق أخرى بس أوبريتنج بيعملوا بالمنطقة العربية عنا. نعم، بالمقابل قد ايه حنشوف مزيد من التحديات؟ يعني رغم الحلول اللي عم نسمعها اليوم بكوب 28 إنه عم تشكل صناديق يمكن لدعم قضايا المناخ، هل ما زالت المنطقة العربية عم بتعاني برأيك من هذا المناخ وهذا التلوث التحول اللي شايفينه؟ صحيح، نحن التحدي الأول هو المالي وإن شاء الله بيكون حل بهذه القمة، لكن في تحديين آخرين كتير مهمين. تحدي القوى العاملة. نحن اليد العاملة اللي عنا والشباب غير مهيئين بعد بكتير من المجالات، إن كان باقتصاد الكربون الفري، بالاقتصاد الهيدروجيني، إن كان بالماتيريال يلي هي زيرو كاربون، بعد البرامج والمناهج اللي عنا ما بتحضر لهذا المستقبل. ثالث شيء هو الريجوليشنز يلي عنا إياه هون، يلي ما غير موائمة وبعدها ما عم بتوائم وتخلق الماركتس لهذه الشركات الناشئة. نعم، عم نسمع الآن أيضا عن توجه للجانب الإفريقي يمكن ضمن كوب 28 يمكن لمبادرة التصنيع الخضراء. اليوم قد ايه رح تكون إفريقيا وجهة واضحة بالنسبة لكم يعني لعملية الانطلاق للمبادرات بشكل أكبر، وكونها يعني تحتوي على ثروات طاقية ومناخية كبيرة دكتور، وفيها معادن أساسية. وفيها معادن صحيح. ونحن بنلاقي أنه المنطقة العربية
العربية عندها الأدفانتج بالطاقة الشمسية، كلفة الإنتاج ضئيلة جدا مقارنة بدول أخرى، أقل من نص المعدل العام لإنتاج الطاقة الشمسية، سو نحن فينا بالتعاون مع الدول الأفريقية ناخذ المصادر المعادن الأساسية ويتم تصنيع صناعات خضراء عندنا بالمنطقة كمان بدول أفريقية لحتى تتصدر لدول أخرى، مثل إذا باخذ الحديد الأخضر، التيتانيوم، الألمنيوم، يعني يصير التيتانيوم الأخضر يصدر ينتج يصنع بالمنطقة بعدين بيروح على إيرباص على بوينغ بتشوفه بالطيارة، مهم يكون الصناعة الخضراء عنا بالمنطقة. نعم. وبالدول النامية. طيب التوجه للسندات الخضراء راح تكون حل برأيك لعمليات سد الفجوة، لعمليات التمويل اللي عم نسمع للتقنيات وأيضا للشركات الناشئة؟ هي واحدة من الحلول بس منا الحلول كاملة. نحن أول شيء بدنا إياه هي مثل صناديق لمون شوتس لتدعم الأفكار يلي حتعمل تغيير كبير بهذه المجالات ويكون عندها البال للعائد على الاستثمار. نعم. قانونيا وتشريعيا هل احنا في أزمة حقيقية للتشريعات المتعلقة بهي الشركات وتقنياتها؟ نحن التشريعات هلا في مبادرات أحادية من الدول، الانفليشن ريدكشن اكت من الولايات المتحدة الأمريكية، الجرين ديل والكاربون بوردر ادجستمنت تاكس بالاتحاد الأوروبي، في مبادرات أحادية بدنا نطلع بالمنطقة عنا على التشريعات نرجع نجددها ونعطي الحوافز مع هذه التشريعات للدعم بهذه الشركات الناشئة والتكنولوجيا بالمنطقة. هل القوانين عم تخدم الشركات الحكومية اكثر من القطاع الخاص دكتور برأيك اليوم؟ بعد يعني ما في حافز لواحد اكثر من الثاني. نعم. كل التشريعات بدها للشركات الحكوميه وللشركات الناشئه نرجع نجددها لنواكب التطور لنواكب العالم 2030 40 50. نعم. نحن نشكرك دكتور يحيى عنوتي وانت رئيس قسم الاستدامه في شركه بي دبليو سي، نشكر وجودك معنا اليوم. شكرا. هذه الفقرة برعاية